السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد المحاضرة الثالثة في الفود أناليسيس. كنا خدنا في أول محاضرة يا شباب جنرال ستيبس بيرفورمد إن فود أناليسيس، خطوات الفود أناليسيس، وده خطوات للأناليسيس بتاع الفود أو أي حاجة تانية، أي حاجة بعمل لها أناليسيس. الثلاث خطوات الأساسية فيهم، أول حاجة سيلكت أند بريبير ذا سامبل، يعني أختار السامبل بتاعتي اللي هي مرحلة السامبلينج، وبعدين بيرفورم ذا اسي، دي الخطوه الثانيه، اعمل الاسي، اخد الداتا بقى اللي طلعت من الاسي بتاعي، اعمل كالكوليشن اند انتربريتيشن اوف ذا ريزلتس. هنبدا نتكلم عن اول خطوه في الفود اناليسيس وهي السلكشن اند بريبريشن اوف ذا سامبل. اول حاجه هنعرف تعريفات وديفينيشنز مهمه قوي، ايه الفرق بين بوبيوليشن وبين سامبل وبين لابوراتوري سامبل. اول حاجه البوبيوليشن ات از ذا هول اوف ذا ماتيريال تو بي انالايزد، بمعنى لو انا عندي مصنع بينتج اي فود برودكت، الماده الخام نفسها اللي بتدخل المصنع، ولنفرض ان هي اطنان من السكر الباودر او من الدقيق ايا كان هي ايه، ده بيسمى الماده الخام كلها، الماتيريال كلها على بعضها بنسميها بوبيوليشن. يبقى تعريف البوبيوليشن ات از ذا هول اوف ذا ماتيريال تو بي انالايزد، ان هعمل اناليسيس للماده كلها مهما كانت كميتها. وبعدين تعريف السامبل، يعني ايه سامبل؟ السامبل it is a fraction of the population that is selected from different regions within the population، يعني ان اخد جزء fraction من البوبيوليشن اللي هي الحاجات الكتير قوي دي، ودي بختارها من different selection، يعني ولنفرض ان البوبيوليشن ده شوال سكر مثلا، لما اجي اخد سامبل ما اخدش شويه من فوق بس، لا باخد شويه من فوق وشويه من النص وشويه من تحت، ده اسمه ان انا باخد من different region within the population. الحاجة التالتة حاجة اسمها اللابوراتوري سامبل. اللابوراتوري سامبل دي بقى فراكشن من السامبل. It is a fraction of the sample that is actually analyzed in the final laboratory analysis. يعني ايه الكلام ده؟ البوبيوليشن يا شباب يعني كل المادة الخام اللي دخلت المصنع. هل يعقل ان انا اقدر اعمل analysis لكل الرو ماتيريال اللي داخلة؟ لا طبعا، كمية كبيرة جدا، ده استحالة يحصل. طيب هل لما باخد منها فراكشن من الرو ماتيريال اللي هي البوبيوليشن دي، اللي هي السامبل اللي انا قلت عليها من شويه، لو انا خدت سامبل هي دي اللي هعمل لها اناليسيس؟ برضو في واقع الامر مش هو ده اللي ابليكابل ولا ده عمليا اللي بيحصل، لان برضو لما هاخد من ديفرنت ريجنز هتبقى كميات كبيره، لاني واخده من البوبيوليشن اللي كان اطنان اصلا. امال ايه اللي بيحصل او اكشوالي اللي بعمل له اناليسيس؟ ان انا بعمل حاجه اسمها لابوراتوري سامبل، باخد فراكشن من السامبل هي دي اللي انا بعمل لها اناليسيس فعلا في اللابوراتوري بتاعي. يبقى هل انهي جزء اللي بعمل له اناليسيز، البوبيوليشن ولا السامبل ولا لابوراتوري سامبل؟ اكشوالي اللابوراتوري سامبل هي اللي بعمل لها اناليسيز. خطوه السامبلنج يا شباب من اهم الخطوات، يعني قبل ما اعمل اناليسيز للعينه اللي معايا، لو انا خدت السامبل بطريقه خاطئه هتطلع كل الريزلتس بتاعتي بعد كده غلط. عشان كده لازم اعرف كويس قوي قوي اخد السامبل وتتاخد ازاي، السامبلنج ميثود بتبقى بناء على ايه. طيب ايه هي انواع السامبل اللي بعمل لها اناليسيس في الفود اناليسيس، يعني في الفود برودكتس؟ اي نوع من السامبل بعمل له اناليسيس؟ هل نوع واحد ولا نوعين ولا ثلاثه؟ ده اللي هنعرفه. هتلاقي التايبز اوف سامبل اللي بيحصل له اناليسيس في الفود بيبقوا خمس انواع من السامبل. اول حاجه الرو ماتيريالز اللي هي الماده الخام، تاني حاجه البروسيس كنترول سامبلز اللي هي ديورنج برودكشن زي ما قلنا قبل كده، اللي اثناء مراحل التصنيع، لو مرحله التصنيع عباره عن خمس مراحل، انتقال البرودكت من المرحله الاولى قبل ما يخش المرحله الثانيه بناخد عينات ونعمل اناليسيس، ما يخرج من المرحله الثانيه يروح للمرحله الثالثه بناخد عينات ونعمل اناليسيس، دي اسمها بروسيس كنترول سامبلز، دي العينات اللي هي اثناء البرودكشن. ثالث حاجه اعمل اناليسيس للفينيشد برودكت اللي هو بعد ما خلص خالص. اعمل رابع نوع من السامبل لازم اعمل لها اناليسيس هي الكومبلينت سامبلز. كلمه كومبلينت بالعربي يعني شكوى او المشتكى منها، العينات اللي فيها شكوى، يعني سامبلز ويز بروبلمز فيها مشكله لازم اعمل لها اناليسيس عشان اشوف ايه المشكله دي. الحاجه الخامسه الكومبيتيتور سامبل، بمعنى العينات المنافسه ليا او منافسه للمنتج بتاعي، وهنعرف اهميه الاناليسيس بتاعها ايه. هنبدا نتكلم عن الاناليسيس في كل نوع من السامبل، اهميه تاخد سامبل من كل تايب في سامبل دولت ايه. اول نوع هو الرو ماتيريال. بعمل اناليسيس او باخد سامبل من الرو ماتيريال ليه؟ لثلاث اسباب. اول حاجه عشان اتاكد من دو زي ميت ريكوايرد لوكال سبيسيفيكيشنز، يعني هل المواد الخام اللي انا جايباها دي فيها الليجال سبيسيفيكيشنز المواصفات القياسيه اللي انا مستنيها. تاني حاجه
are they safe and authentic؟ بتأكد ان الرو ماتيريالز والمواد الخام اللي انا جايبها سيف آمنة واوثنتك اصلية ما هيش مخلوطة بحاجة تانية. تالت حاجة are the quality and the composition the same as the previous deliveries؟ بمعنى هل الكواليتي والمكونات بتاعتها هو نفسها من نفس المصدر اللي كنت بجيب منه قبل كده، هل هي نفس الجودة ولا الشخص اللي بيورد لي بيغشني؟ النوع الثاني من السامبل هو البروسيس كنترول سامبل. اخد سامبل ليه من البروسيس كنترول سامبل؟ ليه اثناء عملية التصنيع اخد عينات ليه؟ الهدف منها حاجتين. اول حاجة did a specific processing step result in a product of acceptable composition or characters؟ بمعنى بتأكد ان اثناء خطوات عملية التصنيع هل الخطوة اللي انا واقف عندها دلوقتي ادتني acceptable product من حيث الكمبوزيشن والكاركترز بتاعته. لو افترضنا ان المنتج اللي انا بتكلم عليه ان هو مثلا انتاج عصير مثلا، يعني الانتاج العصير ده كأنه عبارة عن ثلاث خطوات، فقلنا لو في الخطوة الاولى خالص، الخطوة الاولى عبارة عن المية تتحط ويتحط فيها السكر، لازم يحصل ذوبان كامل للسكر في المرحلة دي، يبقى اللي هيخرج من المكنة الاولى عبارة عن مية دايب فيها سكر كويس، يبقى طعم السكر بتركيز معين ولازم يكون دايب كويس تماما، مفيش فيه اي كلاكيع ولا اي حاجة. اخد عينات بعد ما يخرج الحتة دي من المكنة الاولى قبل ما يوصل المكنة التانية عشان اتأكد ان الخطوة اللي انا فيها دي ادتني برودكت له اكسبتبل كاركترز وكواليتي، يبقى اداني الحاجات اللي انا مستنياها من حيث المكونات، السكر فعلا بتركيز معين لا هو زيادة ولا هو اقل، ومن حيث الكاركترز بتاعته مقبول من حيث الذوبان والكلام ده ولا لا. الهدف الثاني في ان ناخد سامبل من البروسيس كنترول سامبل عشان does a further processing step need to be modified to obtain a final product or acceptable quality؟ بمعنى ان اثناء عملية التصنيع لو انا اكتشفت ان في مشكلة ان مثلا السكر ما دابش كويس، هل انا محتاج اعمل further processing step، هغير في حاجة، اعمل modification في الستيب بتاعتي بحيث تديني final product يكون more acceptable، بحيث تبقى البرودكت افضل. يعني لو انا في الخطوة الاولى بتاعت السامبل دي اكتشفت ان السكر مكلكع ومش دايب كويس، المفروض ايه؟ اقول ايه ده انا هزود سرعة الميكسر شوية، او ممكن ارفع درجة حرارة الجهاز شوية بحيث يبقى الذوبان اسرع ويحصل complete dissolving للشغل. هو ده اللي انا بقول عليه ان انا مضطر اعمل modification في البروسيس او في الستيب اللي انا فيها دلوقتي عشان تديني more acceptable برودكت. يبقى الهدف من اناليسيس ان انا اخد سامبل من رو ماتيريال ثلاث اسباب، ده بيجي جيف ريزون يا شباب. في البروسيس كنترول سامبل جيف ريزون برضو نقول السببين دول. طيب بعد كده نيجي لثالث نوع من السامبل وهو الفينيشد برودكت سامبل. اعمل اناليسيس للفينيشد برودكت ليه؟ بعمل اناليسيس للفينيشد برودكت لخمس اسباب. اول حاجه does it meet the legal specification، هل في المواصفات القياسيه اللي مطلوبه مني، وده قلناه قبل كده ان الاف دي اي اللي فرضاه عليا. تاني حاجه بعمل له اناليسيس ليه؟ عشان what is the nutritive value so the nutrition labeling can be performed. احنا عارفين كويس ان اول ما المصنع طلع البرودكت لازم يكتب على الكونتينر من بره النيوتريشن فاكتس ليبل، اللي هو الجدول بتاع ايه نيوتريشن ليبلينج، صح ولا لا؟ فلازم يعمل اناليسيس عشان يعرف يكتب بقى يكتب الارقام صح، يعمل اناليسيس عشان يكتب ان كميه الكربوهيدرات كذا ملي جرام، كميه الشوجر كذا ملي جرام، كميه الفيتامينز كذا ملي جرام، يبقى لازم يعمل اناليسيس عشان يعرف يكتب النيوتريشن ليبل بتاعته. السبب الثالث الفينيشد برودكت داز ات ميت برودكت كليم ريكويرمنتس، كنا قلنا قبل كده في النيوتريشن فاكت ان في بعض الفود برودكت بيبقى خاليه من حاجات معينه وده لازم تتكتب على العبوه من بره، فلازم بعد ما يتم عمليه التصنيع اتاكد ان البرودكت بتاعي فعلا اوف لو فات، فعلا شوجر فري، لازم اعمل اناليسيس ما يمكن يكون في خطوه غلط اتعملت اثناء عمليه التصنيع واتحط فيه سكر وانا هكتب على البرودكت من بره ان هو شوجر فري، فلازم اتاكد من الحته بتاعه البرودكت كليم ريكويرمنتس. الحاجه الرابعه بعمل اناليسيس للفينيشد برودكت المنتج النهائي عشان اتاكد هل هو اكسبتبل تو ذا كونسيومر، مقبول للكونسيومر ولا لا. عارفين كلنا ان في كل مصانع الحاجات الفود برودكت بيبقى في ناس شغلتها في الحياه عندهم ان هم ايه، ناس تتذوق البرودكت ده تدوق بس عشان تقول ايه عيب المنتج اللي طالع، هل محتاج السكر يزيد يقل، الملح بزياده شويه، مش عارفه ايه، النكهه عاليه قوي، الكلام ده. فلازم اعمل اناليسيس للفينيشد برودكت عشان اتاكد هل هو اكسبتبل للكونسيومر ولا لا. الحاجه الخامسه والاخيره عارفين كلنا كويس ان لازم يتكتب على الفينيشد برودكت ان الايه الاكسبيريشن ديت، الاكسبيريشن ده بيستلزم اعمل اناليسيس عشان اتاكد برده
هل وبجرب يعني بعرض البرودكت بتاعي لكونديشنز كتيره، درجات حراره عاليه ورطوبه عاليه وهكذا، واشوف بيستحمل لغايه قد ايه، وعلى اساسها بنكتب على البرودكت من بره هل هو صالح للاستخدام 6 شهور ولا سنه ولا سنتين. ده مش حاجه بمزاج الشركه، ده بعد ما بيعمل اناليسيس يقدر يكتب الشيلف لايف او الاكسبيريشن ديت قد ايه للبرودكت بتاعه. اما اقول لك جيف ريزون ليه اعمل اناليسيس للفينيشد برودكت سامبلز، هما الخمسه ريزونز اللي مكتوبين قدامنا دول. النوع الرابع من السامبل كان حاجه اسمها الكومبلينت سامبل. يعني ايه كومبلينت سامبل؟ كلمه كومبلينت عينات فيها شكوى. ومعنى كلمه ان العينه فيها شكوى يعني ايه؟ يعني الفود برودكت اللي المصنع طلعه لما جيت انا ككونسيومر ادوقه في حاجه غلط من حيث مكوناته، من حيث الطعم، من حيث الكاركترز بتاعته. هو ده تعريف الكومبلينت سامبل. يبقى ايه تعريف الكومبلينت سامبل؟ او انا ليه بعمل اناليسز للكومبلينت سامبل؟ علشان العينه اللي فيها شكوى دي بروح اعمل اناليسز لما الناس اشتكت منها عشان اعرف ايه الكومبوزيشن بتاعتها، يعني مكوناتها والكاركترز بتاعتها. طيب اقارنها بمين بقى عشان اعرف؟ بقارنها بالايه؟ بالترو سامبلز او السامبلز اللي هي ايه ويز نو بروبلمز، صح ولا لا؟ يبقى ليه بعمل اناليسز للكومبلينت سامبل؟ ليه؟ عشان اعرف هاو دو ذا كومبوزيشن اند ذا كاركترز اوف ذا كومبلينت سامبل ديفر فروم ذا سامبل ويز نو بروبلمز. وهو ده اللي خلاني عرفت ايه المشكله اللي في السامبل. لما قارنت الكاركترز والكومبوزيشن بتاعتها مقارنه بالسامبلز اوف نو بروبلم عرفت ساعتها ايه المشكله اللي كانت فيها واقدر احلها. خامس نوع من السامبل وهي الكومبيتيتور سامبل. كلمه كومبيتيتور يعني منافس، العينات المنافسه. ولنفرض انا مصنع بينتج نوع معين من الشوكولاته مثلا بجوده معينه، وفي حاجات اكسلنت اكتر منها موجوده في السوق. اخد عينات من المنتج الثاني بتاع الشركه الثانيه دي واعمل له اناليسز عشان اعرف هو مختلف عن البرودكت بتاعي في ايه، اقدر احسنه، اعمل له موديفيكيشن ليه عشان يبقى شبه المنتج الفاخر قوي اللي الناس كلها بتشكر فيه. ده هو ده اسمه الكومبيتيتور سامبل. يبقى ليه بعمل اناليسز للكومبيتيتور سامبل؟ عشان وات ار اتس كومبوزيشن اند كاركترز. لما بعمل لها اناليسز بعرف الكاركترز الخصائص بتاعتها ومكوناتها، فمن هنا بعرف الفرق بيني وبين البرودكت بتاعي. And how can we use this information to provide current product or to develop a new product. لما انا احللها واعرف مكوناتها والكاركترز بتاعتها في الحاله دي، يا اما هعمل امبروفمنت للبرودكت بتاعي احسنه، يا اما اعمل برودكشن للنيو برودكت، اطلع اوانتد برودكت جديد. هيجي هنا سؤال بيقول ايه؟ What is the difference? What are the differences between the analytical methods used for analyzing process control samples and those used for analyzing nutrition labeling information of the finished product? بمعنى اختيار الطريقة للاناليسز، زي ما قلنا قبل كده اللي هدور على الطريقة دي في كتب بقى او من النت او فرمخوبية، ايا كان السورس اللي انا هجيبه، وعندي طرق كتير وقلنا قبل كده ازاي اختار الطريقة. هل اختياري للطريقة لو السامبل بتاعتي بروسيس كنترول سامبل هتبقى طريقة الاختيار للميثود مختلفة عن الطريقة اللي هستخدمها للفينيشد برودكت سامبل؟ نفتكر تاني، يا البروسيس كنترول سامبل مقصود بيها ان المكان شغال وانا باخد عينات، ما بوقفش الانتاج ولا حاجة اثناء عملية التصنيع، باخد عينات وبتأكد ان انا ماشي بخطوات سليمة وبيديني برودكت اكسبتبل من حيث الكومبوزيشن والكاركتر، ده اللي قلناه من شوية. امال الفينيشد برودكت ده ايه؟ يعني عمليه التصنيع خلصت خلاص، هل اختيار الطريقه اللي استخدمها للبروسيس كنترول سامبل هل تنفع نفس الطريقه للميثود اوف اناليسيس هي نفسها للفينيشد برودكت سامبل؟ لا، الاجابه ايه؟ لازم في مرحله البروسيس كنترول سامبل، لو انا راح اعمل اناليسيس للبروسيس كنترول سامبل، لازم اختار طريقه تكون مور رابيد، طريقه سريعه، لان انا بقول ده المكان شغال لازم انجز، انا مش هوقف الدنيا ولازم ارد على الناس بسرعه اثناء عمليه التصنيع ما هي شغاله. وطالما انها طريقه سريعه مش مشكله قوي انها تبقى اكوريت قوي، ما تطلعليش ارقام بالملي يعني، يبقى مور رابيد اند ليس اكوريت، اقل في الدقه مقارنه بالطريقه اللي بستخدمها في الفينيشد برودكت. في عمليه الطريقه اللي بختارها في الفينيشد برودكت سامبل بيبقى خلاص عمليه التصنيع خلصت والمكان وقف وكل حاجه، انا مش مستعجل على شيء، اقدر اختار وادور على طريقه حتى لو هتاخد تايم مش مشكله، فمش لازم تبقى رابت، واختارها لازم تكون اكوريت قوي. ليه؟ لان انا قلت وانا بعمل اناليسيس للفينيشد برودكت سامبل هكتب بايدي النيوتريشن ليبل على البرودكت من بره، فلازم ابقى دقيق جدا وانا بكتب كميه الكربوهيدرات وكميه البروتين وكميه الشوجرز وكميه السولتس اللي موجوده وهكذا. ف
في اختيار الطريقه في الاناليسيس في البروسيس كنترول سامبل بتبقى مور رابيد وليس اكوريت مقارنه بحاله الفينيشد برودكت سامبل، بتبقى الطريقه مش مشكله انها تبقى رابيد، ايه يعني لما تاخد وقت ما هياش مشكله حتى لو سلو، لان خلاص عمليه الانتاج خلصت وبتبقى مور اكوريت اكتر. نيجي بقى للسامبلنج بلانز اللي هي الخطه في عمليه السامبلنج. يعني اخد السامبل ده يا شباب مش مجرد ان انا رايح اخد سامبل وخلاص، اخدها من اي مكان، من فوق من تحت من النص، اخد كميه كبيره او اخد كميه قليله، اخدها احطها في ايه، دي كلها اسمها سامبلنج بلانز، دي لها خطه. عمليه السامبلنج بتبقى لها خطه دقيقه جدا جدا، بتبقى ويل ريتن، مكتوبه كويس قوي قوي، ولها فيها ادق تفاصيل، فيها ديتيلز كتير جدا. في عمليه السامبلنج بلان بيتذكر فيها 8 حاجات. اول حاجه ذا ميثود اوف سامبلنج، يعني الطريقه اللي هتاخد بيها السامبل. تاني حاجه ذا سامبلنج تولز يوزد، هتاخدها بايه، الاداه هتاخدها بسباتيولا ولا بمصه ولا هتاخدها بايه بالظبط. الاماونت اوف سامبلز تو بي تيكن، لازم يبقى مذكور في السامبلنج بلان في الخطه هتاخد كميه قد ايه، هل اخد كيلو، هل اخد 10 جرام، هل اخد 5 ملي جرام، وهكذا. الحاجه الرابعه في السامبلنج بلان ذا تايب اند ذا كونديشن اوف ذا سامبل كونتينر تو بي يوزد، يعني بعد ما خدت السامبل هتحطها في ايه، في كونتينر نوع ايه، ازاز ولا بلاستيك، شكله ايه، الكونديشنز اللي هتحطه فيها، هل هسيب البرطمان ده في بره الثلاجه ولا احطه في ثلاجه ولا احطه في فريزر، هل هحطه في جلاس ترانسبيرنت شفاف ولا احطه في حاجه اوبيك معتمه، هل احطها في الريفريجريتور ولا مش مشكله مش لازم تحط في ثلاجه. دي اسمها التايب والكونديشن اوف ذا سامبل كونتينر تو بي يوزد، والستورج كونديشنز ايه، يعني خزنها ازاي. الحاجه الخامسه لازم تذكر في السامبلنج بلان الايدنتيفيكيشن اوف ذا كونتينر تو بي سامبل، الكونتينر نفسه مواصفاته عامله ازاي، شكله ايه، الماده اللي مصنوع منها ايه، حجمه، وهكذا. ذا سبيشال بريكوشن فور هازارد ماتيريال، يعني وانا باخد السامبل لو طلع معايا هازارد يعني حاجات مختلطه بيها المفروض انا مش عايزاها، هعمل ايه في الهازارد ماتيريال دي. الحاجه السابعه انستراكشنز فور كليننج اند ستورج فور سامبلنج اكويبمنت، يعني بعد ما انا خدت السامبل ونفرض بمصه مثلا، هي دي كانت سامبلنج تول، اغسل المصه ازاي واخزنها ازاي، دي كلها ادق ادق التفاصيل لازم تذكر في السامبلنج اكويبمنت. الانستراكشن فور ريسيلينج ذا اوبن كونتينر، يعني لما كنت باخدت عينه وحطيتها في كونتينر، لما جيت اعمل اناليسيس خدت شويه من السامبل، لما اجي اقفل الغطاء الكونتينر هل اقفله على طول كده عادي مفيش مشكله ان دخل هواء، ولا لازم افرغ الهواء اللي فيه وادخل مكانه انه ارتجاز مثلا، ولا ايه الظروف دي كلها. يا جماعه بنسميها سامبلنج بلان، دي خطه للسامبلنج، ده ما بيجيش بالصدفه وما بيجيش بمزاج الاناليست اللي رايح يشتغل وياخد عينه، دي بتبقى حاجه مذكوره على حسب الفود سامبل هي ايه اللي هيشتغل عليها، بيبقى مكتوب له في كشكول كده ايه الخطوات اللي هيعملها في السامبل بادق التفاصيل زي ما قلنا الثمان حاجات دول. يبقى السامبلنج بلانز عباره عن الثمان حاجات دولت اللي بيتكتبوا ويذكروا بالتفصيل، ده كله بيبقى مكتوب زي ما قلنا تحت كده. الاناليست شود بي always keep a detailed notebook clearly documenting the sample selection and the preparation procedure and recording the results of any analytical procedure used of analysis، يعني بيبقى كاتب كل تفاصيل السامبلنج بلان دي في notebook مكتوب حطوط جنب السامبل، وبعدها بيقوم كاتب فيها الريزلتس او النتائج اللي طلعها في عمليه الاناليسيس. دي بعض الاشكال او الاكزامبلز للسامبلنج تولز، ودي على فكره مش حفظ يا شباب، دي للمعرفه بس، بمجرد بوريكم. السامبلنج تول الحاجه اللي باخد بيها العينه ممكن تكون مصه وبلو السامبل بتاعتي ليكويد، ممكن تكون سباتولا او سكوب، سباتولا زي المعلقه الصغيره كده او سكوب اللي هو زي شبه الجاروف كده شويه، ممكن تكون سلوت سامبلر، يعني ايه، يعني الرو ماتيريال او الحاجه اللي انا باخد منها السامبل عباره عن شوال كده، فالشوال لو انا عايزه اخد من الريجون اللي في النص، هل هكب الشوال عشان اخد شوال من في النص؟ لا، بيبقى في اداه كده زي الطويله دي زي ما هي في الصوره، بتخرم الكيس الكبير ده او الشوال ده، بناخد عينات من ديفرنت ريجون زي ما قلنا قبل كده، هو السلوت سامبلر او البوكيت سامبلر لو حاجه سوليد السلوت، ولو حاجه ليكويد اللي هو البوكيت سامبلر زي ما شايفين قدامنا. ودي حاجات للمعرفه بس. هنبدأ نتكلم عن factors affecting the choice of proper sampling plan. لسه قايلين من شوية ايه هي السامبلنج بلان، او ايه الحاجات اللي بتتكتب في البلان بتاعت اللي وانا باخد السامبل، الثمان حاجات اللي احنا ذكرناها. طيب وانا بختار بقى السامبلنج بلان وانا بعملها، ايه الفاكتورز اللي هتأثر عليا او وبتحكمني وانا بعمل السامبلنج بلان؟ هما اربعة فاكتورز. الفاكتور الاولاني the purpose of analysis، يعني انا واخد سامبل ايه الهدف من ليه، يعني ايه هدف الاناليسيس بتاعي،
السبب الثاني تايب اوف اناليتيكال تكنيك، وانا هشتغل تكنيك نوعه ايه؟ انا هعمل فايتريشن، هل اقيس بجهاز سبكترو، هل هقيس بجهاز اتش بي ال سي، فالتكنيك اللي انا هستخدمه ايه؟ تالت حاجه النيتشر اوف سامبل، طبيعه السامبل بتاعتي بتحكمني وانا بحط السامبلنج بلان، هل هي سوليد، هل هي ليكويد، هل هي حساسه للضوء، حساسه للحراره، وهكذا. الحاجه الرابعه نيتشر اوف ذا ميجر تو بروبيرتي، يعني انا واخد عينه هقيس فيها خاصيه ايه بالظبط، الميجر تو بروبيرتي اللي انا عايز اقيسها ايه هي. يبقى اما اقول لك الفاكتورز افكتنج ذا تشويس اوف بروبر سامبلنج بلان، البلان اللي انت هتحطها للسامبلنج عشان تبقى صح، في اربع فاكتورز بتحكمك، هي البربس اوف اناليسيس، تايب اوف اناليتيكال تكنيك، نيتشر اوف سامبل، اند نيتشر اوف ميجر تو بروبيرتي. هنبدا نتكلم عن اول حاجه هو البربس اوف اناليسيس. الهدف من الاناليسيس ايه؟ لو انا واخد سامبل على رايح اعمل اناليسيس مجرد از ات تو اكسبت اور ريجكت، يعني هل الهدف من الاناليسيس ان هي تبقى اكسبتد اور ريجكتد بس، مقبوله او مش مقبوله، هل از ات تو ميجر افريج كواليتي، يعني بشوف هل الكواليتي بتاعتها بصفه عامه عامله ازاي، ولا كان الهدف من الاناليسيس تو ديتيرمين اكزاكت كومبوزيشن اوف ذا برودكت، هل الهدف من الاناليسيس وانا باخد السامبل اشوف الكومبوزيشن بالظبط قد ايه، زي كده ما كنت بعمل اناليسيس اثناء اني عشان اكتب النيوتريشن ليبل. يبقى البيربس اوف اناليسيس، الهدف من الاناليسيس اللي هيأثر معايا في السامبلنج بلان، ثلاث حاجات. انت ممكن تكون بتعمل اناليسيس لمجرد انك تتاكد ان البرودكت اللي معاك ده اكسبتبل اور ريجكتد، ولا علشان تعرف الافريج كواليتي بتاعته، ولا انت بتعمل اناليسيس عشان تتاكد تعمل ديتيرمينيشن للاكزاكت كومبوزيشن للبرودكت. طيب الفاكتور الثاني اللي حكمني هو التايب اوف اناليتيكال تكنيك، يعني الطريقه اللي هتستخدمها في الاناليسيس هتاثر معاك في السامبلنج بلان ازاي. اول حاجه از ات ديستراكتيف اور نوت، يعني الطريقه اللي هتستخدمها في الاناليسيس ديستراكتيف، مدمره ولا لا. يعني ايه مدمره؟ يعني لو انا اخترت طريقه للاناليسيس، دورت على النت وتلاقيت الطريقه ان خد شويه من السامبل بتاعتك حط عليها مش عارفه مثلا 1 ملي كونك سلفوريك واعمل معرفش ايه وهكذا وكمل الخطوات. كلنا عارفين ان الكونك سلفوريك ده ايه؟ كوروسيف، يعني هيأكسد الماده، هيكسرها، هيدمرها. فاقول على الطريقه دي ايه؟ ديستراكتيف ميثود. لكن لو ان الطريقه مجرد تاخد شويه من السامبل تدوبها وتقيس في جهاز سبيكترو، هل دي ديستراكتيف للسامبل؟ لا طبعا، دي نوت ديستراكتيف، يعني اقدر اعيد التجربه كذا مره بنفس العينه بتاعتي، اقيس كذا مره لان هي ما حصلهاش حاجه، صح ولا لا؟ فعلى حسب الطريقه اللي انا مختارها هتاثر معايا في السامبلنج بلان ازاي. لو انا الطريقه اللي انا بشتغل بيها ديستراكتيف، يعني العينه مش هقدر اقيسها الا مره واحده لان الريجنت اللي اتحط عليها كسرها خلاص، هل يعقل ان انا ما اروح اجيب سامبل واحط سامبلنج بلان اقول في خطوات السامبلنج ان انا استخدم كميه كبيره من السامبل؟ لا، المفروض ان استخدم كميه صغيره عشان ما استهلكش السامبل اللي معايا على الفاضي. لكن لو كانت الطريقه نون ديستراكتيف مش مشكله لو السامبل اللي انا باخدها واخدها بكميه كبيره. الحاجه الثانيه في التايب اوف اناليتيكال تكنيك، وات از ذا كوست اند ذا تايم ريكوايرد فور ايتش اناليسيس، يعني ايه؟ يعني النوع الاناليتيكال تكنيك اللي انا مختاره، هل هو الطريقه اللي انا مختارها طريقه محتاجه وقت time consuming، هل هي الكوست بتاعتها، هل الجهاز اللي انا شغال عليه ده مكلف، ده هيأثر معايا في اختيار السامبل. لو الجهاز اللي انا شغال عليه غالي والتايم بتاعه مثلا بيشتغل ببطء، ده كله هيأثر معايا في السامبل الجبلان، اخد كميه سامبل كتيره ولا قليله وهكذا. الحاجه الثالثه نيتشر اوف ذا سامبل، طبيعه السامبل اللي انا بشتغل بيه. لو السامبل بعرف ايه بيبقى يهمني اعرف ايه يأثر معايا في السامبلنج بلان، هل السامبل هوموجينس اور نوت، يعني حصل لها ميكس كلها زي بعضها، ولا في حاجات مثلا السايز بتاعها مختلف عن بعضه، في جزء منها ويل جريندد مثلا مطحون كويس، في جزء بيبقى خشن شويه، هل السامبل هوموجينس ولا على اساسها هيأثر معايا في السامبلنج بلان. حاجه ثانيه وات از ذا سايز، حجم السامبل اللي معايا قد ايه هيأثر معايا في السامبلنج بلان. فلو كميه السامبل اصلا اللي معايا كميه صغيره، ما ينفعش احط في السامبلنج بلان ان انا هاخد مثلا 300 جرام من العينه عشان اعمل التجربه او اعمل الاناليسيس بتاعها، ما ينفعش، ده اصلا الكميه السايز اللي معايا قليله. ثالث حاجه از ات اكسبنسيف اور نوت، يعني السامبل اللي انت هتشتغل عليها غاليه ولا رخيصه. لو المصنع ده بينتج حاجه الماده الخام بتاعتها او السامبل بتاعتها غاليه، ما ينفعش اتبع خطوات وسامبلنج بلان بتعتمد على استخدام كميه كبيره من السامبل، ما انا مش هقدر اعمل كده، ده هي اكسبنسيف، ما ينفعش استهلكها في خطوات السامبلنج، فلازم اختار كميات صغيره. يبقى ده الفاكتور الثالث اللي هي نيتشر اوف سامبل. نيجي للفاكتور الرابع اللي كان بيأثر معايا في اختيار السامبلنج بلان، هو نيتشر اوف ذا ميجر تو بروبيرتي، الخاصيه اللي بتتقاس في السامبل ايه.
الخاصية اللي بتتقاس في السامبل بتبقى حاجة من الاثنين، يا إما اتريبيوت يا إما فاريبل. يا إما بتكون اتريبيوت يا إما بتكون فاريبل. يعني إيه اتريبيوت ويعني إيه فاريبل؟ الاتريبيوت عبارة بالعربي يعني سمة أو صفة، بشوف فيها سمة أو صفة، أو العينة اللي بتاعتي بشوف فيها حاجة متغيرة اللي هي كلمة فاريبل. يعني إيه اتريبيوت؟ اتريبيوت is something that is a product either have or not. يعني انا واخد سامبل عشان اشوف فيها حاجه معينه موجوده ولا مش موجوده. زي ايه؟ مثلا خدت شويه من السامبل وعايزه اتاكد مثلا does it contain a piece of glasses مثلا، يعني فيها حته ازاز مكسره. فاكرين احنا ساعات كان يقول لك شويه القمح اللي جايه مغشوشه فيها سوس ولا مش عارفه حاجات كده. دي present or absent، موجود ولا مش موجود، have or not. الخاصيه دي لما بيعملها analysis اسمها attribute. يبقى دي خاصية ايه؟ موجودة ولا مش موجودة؟ مخلوطة بحاجة ولا مش مخلوطة بحاجة؟ اسمها ايه؟ attribute property. امال ايه هي الفاريبل؟ الفاريبل property is some property that can be measured on a continuous scale. يعني حاجة متغيرة بقيسها بصفة مستمرة بيحصل فيها تغير. زي ما انا اعمل analysis لنسبة الفات اللي موجودة في البرودكت، نسبة المويشر اللي هي الرطوبة، نسبة المويشر دي ايه؟ متغيرة، variable بريباريتي، يعني بتزيد الرطوبه او تقل الرطوبه. يبقى دي حاجه بقيسها بصفه كونتينوس. يبقى الفرق بين الاتريبيوت والفاريبل ان الاتريبيوت هاف اور نوت، لكن الفاريبل حاجه بتتقاس ان كونتينوس سكيل. يجي سؤال كده من حيث فهمنا لمعنى الاتريبيوت والفاريبل، يقول لك ايه؟ which of the following require a larger sample size. لما بكون انا هقيس اتريبيوت بريباريتي او هقيس فاريبل بريباريتي، مين فيهم اللي هتحتاج كميه سامبل سايز اكتر، كميه حجم السامبل يبقى اكبر؟ بالعقل كده لو انا قدامي شوال دقيق وعايز اعرف هل هو مخلوط فيه قطع الزجاج مكسره او قطع خشب او معرفش ايه، هل في الحاله دي اخد كميه من على الوش كده وخلاص، اخد جرام، اخد كيلو بس اتاكد من كده، ولا اكيد بالعقل هاخد اكبر كميه ممكنه عشان اتاكد ان فيه الخاصيه دي ولا لا؟ ده بالبلدي كده يا شباب. يبقى الاتريبيوت الحاجه موجوده او مش موجوده بتستلزم مني اخد لارجر سامبل سايز عشان اتاكد اشوف الحاجه دي موجوده ولا لا، مقارنه بالفاريبل بروبريتي بتبقى محتاجه سامبل سايز صغير. انا عايزه اقيس نسبه المويستشر في عينه فهاخد كميه صغيره، مش محتاجه تبقى كميه كبيره ولا حاجه. يبقى الخاصيه لو عايز اعرف يس اور نو موجوده ولا مش موجوده اللي هي الاتريبيوت بحتاج لارجر سامبل سايز مقارنه بالفاريبل بروبريتي. نبدا نتكلم على البريباريشن اوف لابوراتوري سامبلز. بفكركم تاني ان احنا كنا بنقول ان في حاجه اسمها بيبيوليشن، دي الماده الخام كلها. لو خدت منها شويه، الشويه اللي خدتهم دول اسمهم سامبل، ولو خدت فراكشن من السامبل دي يبقى اسمها لابوراتوري سامبل. ازاي بقى بنحضر البريباريشن بتاع اللابوراتوري سامبل؟ اول حاجه هي خطوه البروبر ليبلنج اوف ذا سامبل. يعني لما بتاخد اللابوراتوري سامبل لازم تكتب ليبل عليها واضحه جدا على الكونتينر اللي انت خدت فيها اللابوراتوري سامبل، لازم تكون كيرفولي ليبلد. طب ايه بقى الليبل دي؟ كتب عليها ايه؟ مكتوب عليها السامبل ديسكريبشن، وصفها، تايم اوف سامبلينج، خدت السامبل امتى، الصبح ولا بالنهار، والكونديشنز حواليك كنت عامله ازاي، اللوكيشن فروم ويتش ذا سامبل واز تيكن، يعني انت واخد السامبل هل من الابر ريجن ولا في الميد ريجن ولا في الجزء من تحت. البيرسون تو هو تيك ذا سامبل، مين اللي خد السامبل ده، لازم يتكتب على السامبل كونتينر من بره. والميثود اوف سامبلنج، الطريقه اللي عملت بيها سامبلنج عامله ازاي، ده كله يبقى ويل ليبلد ومكتوب على اللابوراتوري سامبل من بره. تاني حاجه اللابوراتوري سامبل بيعملوا لها بيخلوها هوموجينس، يعني لو ما هياش شبه بعض اخليها هوموجينس او متجانسه ازاي. الطرق عشان اخلي السامبل بتاعتي هوموجينس بتبقى حاجه من ثلاثه، يا اما باستخدام ميكانيكال ديفايس او انزيماتيك ميثود او كيميكال ميثود. الميكانيكال ميثود يعني ميكانيكيه او باستخدام جهاز، اللي هي لو انا عايزه اعمل حاجه هوموجينس متجانسه بجهاز، كلنا عارفين بالبلدي كده، يا اما في جريندر او في مكسر في خلاط او حاجه تعمل لها جريندنج زي المورتر كده لما بتشتغل في الصيدليه. يبقى الطريقه الميكانيكال ميثود عشان اخلي السامبل بتاعتي هوموجينس بايه؟ الميكانيكال ميثود زي الجريندر والميكسر، دولت ميكانيكال ميثود. امال الانزيماتيك ميثود عشان يخلي السامبل هوموجينس يعني ايه؟ ان السامبل بتاعتي مثلا لو هي عباره عن ليبيد، ماده دهنيه، لو حطيت عليها اللايبيز انزيم، ده انزيم اهو، كلمه لايبيز يبقى الهدف منه يكسر كل الليبيدز، يبقى لما يكسرها هيكسر كل الليبيدز اللي موجوده في السامبل فخلى السامبل بتاعتي كلها هوموجينس. الطريقه دي بنسميها انزيماتيك ميثود. الانزيماتيك ميثود زي اللايبيز والبروتيز وهكذا، ان انا استخدم انزيم يعني.
الطريقة الثالثة اسمها ميكانيكال ميثود، بطريقة كيميائية ان انا احط على السامبل بتاعت سترونج اسيد او سترونج بيز، بيبقى الهدف منها مثلا انه يعمل ديجراديشن للعينة كلها، يكسرها كلها، فبقت السامبل كلها على بعضها ايه هوموجينس. يبقى الطرق اللي اخلي السامبل بتاعتي تكون هوموجينس بيها ثلاث حاجات: بميكانيكال ديفايس او بانزيماتيك ميثود او بكيميكال ميثود. ثالث حاجه اللابوراتوري سامبل، لو انا عايز اعمل ريديوسنج للسامبل سايز، عايز اقلل الحجم بتاعها. هو ليه اصلا نقلل السامبل سايز؟ يعني العينه اصغر الحجم بتاعها ليه؟ عشان نفهم الحته دي اكتر، لو جيت اقول لك لو انا معايا شاي اخضر، الشاي الاخضر اوراق ورق الشجر الاخضر، وعندي شاي اخضر الورق ده خدته طحنته، فبقى عندي شاي اخضر عليقة ورق وشاي اخضر طحنته، مين فيهم اما اجي اعمل اكستراكشن او اسخنه في ميه الاكستراكشن بتاعه هيبقى اسرع؟ اكيد الايه، الحاجه اللي مطحونه. طب ليه؟ عشان السامبل سايز، حجم السامبل قليله، فالسيرفيس اريا بتاعتها اعلى، فالاكستراكشن بتاعها بقى افضل، فبتديني نتائج افضل بكتير، مور ريلايبل وريبيتابل ريزلتس. هي دي بالظبط ايه هو الهدف من الريدكشن بتاع السامبل سايز. بالمثال اللي احنا قلناه ده، sampling plan often defines a method for reducing the sample size. دايما في sampling plan يذكر فيها ازاي اقلل السامبل سايز. ليه بقى الهدف من السامبل سايز اقلل السامبل سايز؟ ليه؟ عشان يديني more repeatable and reliable results، النتائج بتاعتها بتبقى ادق اكتر وreliable، يعني لما اعيدها اكتر من مره تطلع نفس النتيجه. بعد كده، بعد ما انت اخذت السامبل بتاعتك او laboratory sample، ايه هي الظروف بتاعه الاستورج والبريزرفيشن؟ ازاي تحافظ عليها وتخزنها ازاي؟ اللابوراتوري سامبل بتاعي اول طريقه فيها عشان احافظ عليها واعمل لها بريزرفيشن، يبقى ما تبصش، يعني السامبل ما تبصش، اول حاجه بالطريقه الاولانيه اسمها الانزيماتيك ان اكتيفيشن. انا عايزه امنع التغيرات اللي هتحصل في السامبل بتاعتي، اول طريقه بالانزيماتيك ان اكتيفيشن. يعني ايه انزيماتيك ان اكتيفيشن؟ يعني احنا عارفين ان الانزيمز اللي موجوده في العينه ممكن تكسرها، زي ما قلنا من شويه اللايبيز والحاجات دي والبروتيز وكده، وجود الانزيم موجوده في العينه وهي لسه اكتف، الانزيمز دي ممكن تكسرها تعمل لها ديجراديشن، فانا هعمل ان اكتيفيشن للانزيمز دي. الان اكتيفيشن ده بيبقى ازاي؟ ان انا اعمل فريزنج او دراينج او هيت تريتمنت او كيميكال بريزرف. بالعقل كده، عايزه حاجه احافظ عليها من اي تغيرات، اكيد بحطها في الثلاجه بالفريزنج، وطبعا من الطرق المعروفه كمان الدراينج للتجفيف، والهيت تريتمنت ان انا بحطها في درجه حراره معينه، والحاجه المعروفه كمان بديهيا ان انا احط ماده حافظه اللي هي الكيميكال بريزرف. يبقى اقول لك الطرق بتاعه الانزيماتيك ان اكتيفيشن ايه؟ يا اما فريزنج، دراينج، هيت تريتمنت او كيميكال بريزرف. طيب تاني حاجه، لو السامبل بتاعتك فيها ليبيدز، فيها ماده دهنيه، عايز اعمل بروتكشن للليبيد اللي موجود للسامبل بتاعتي. طيب نيجي كده من الاول، هي ايه مشكله ان السامبل بتاعتي تبقى فيها ليبيد؟ كلنا عارفين ان الليبيدز او الماده الدهنيه عباره عن فاتي اسيدز، يعني احماض دهنيه، والاحماض الدهنيه الفاتي اسيدز دي في منها نوعين، ساعات بتبقى ساتوريتد مشبعه، وساعات بتكون ان ساتوريتد غير مشبعه. يعني ايه مشبعه او غير مشبعه؟ يعني الكيميكال استراكشر بتاعها لو كله سنجل بوند يبقى دي ساتوريتد، لو في دبل بوند يبقى ان ساتوريتد غير مشبع. الحاجات الليبيدز اللي فيها ان ساتوريتد فاتي اسيد الغير مشبع دي بتبقى مشكله كبيره، بتفسد بسرعه جدا. ليه؟ لان الان ساتوريتد فاتي اسيد الدبل بوندز اللي موجوده فيها دي بسهوله جدا التغيرات الجو حوالين العينه دي ممكن تعمل ساتوريشن للدبل بوندز دي. يعني بعد ما كانت سي دبل بوند سي، ممكن الاكسجين اللي في الجو مثلا يقوم داخل اكسجين على الكربونايه دي واكسجين على الكربونايه دي، فبقت بعد ما كانت ان ساتوريتد بقت ساتوريت، يبقى اتاكسدت طبعا لما اتعرضت للضوء او للحراره العاليه او الكلام. يبقى مشكله الان ساتوريتد فاتي اسيد لما تتعرض لظروف مش مناسبه من الضوء ومن الحراره العاليه ومن الاكسجين والكلام ده، بتتحول لساتوريتد. بنقول على الزيت في الحاله دي او الليبيد او الماده الدهنيه زنخت. عارفين لما الزيت ريحته اتغير بقى له باد اودر، ريحه وحشه، قول عليه ده تزنخ الزيوت، اللي هو الايه، الاويل رانسيديتي. اويل رانسيديتي يعني ايه رانسيديتي؟ يعني الانساتوريتد فاتي اسيد اللي كانت موجوده فيه بقت ساتوريتد، فالخصائص الاساسيه بتاعه الماده الليبيد او الفاتي ماتيريال دي باظت، علشان كده بتطلع باد اودر.
يبقى الليبيد البروتكشن بتاعها مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان الانساتوريتد ليبيدز دايما معرضه للاكسديشن، والاكسديشن ده بيحصل لها باي ذا اكسبوجر اوف لايت، لما تتعرض للضوء ولما تتعرض للاليفيتد تمبريتشر درجه الحراره عاليه، او تتعرض للاكسجين. الاكسجين او الضوء او درجه الحراره العاليه، الثلاثه دولت يحولوا الانساتوريتد فاتي اسيد لايه؟ للصوره الساتوريتد، للصوره الساتوريتد، وده بيبوظ الكاركتر بتاع الليبيد ماتيريال. طيب وبالتالي it is necessary to store the samples that have a highly unsaturated lipids. الحاجة unsaturated دي لو الليبيد اللي معايا العينة بتاعتي ليبيد سامبل وفيها unsaturated fatty acid احميها ازاي؟ كانت المشكلة الاولانية عندي ايه؟ لما بتتعرض للضوء، يبقى انا احطها ايه؟ في dark rooms، في غرفة مظلمة. طيب مشكلة elevated temperature، درجة الحرارة عالية، احميها ازاي؟ احطها في refrigerator، احطها في التلاجة. طيب مشكلة الاكسجين انها معرضة انها تتأكسد، ابعدها عن الاكسجين خالص. ابعدها ازاي؟ افرغ الاكسجين اللي موجود في الكونتينر بتاعي واحط مكانه انرت جاز، جاز بيكون ايه؟ خامل، ما يتفاعلش مع العينه بتاعتي، اللي هو مين؟ زي النيتروجين مثلا. يبقى مشكله الاكسجين اني اعمل ايه؟ ان انا احط السامبل بتاعتي اندر نيتروجين اور انذر انرت جاز، اي جاز خامل اشهرهم بيكون النيتروجين. ومع كل دول كمان الافضل كمان احط على العينه بتاعتي انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده، عشان احميها من الاكسديشن ده كله، عشان ما يبوظش السامبل بتاعتي او ريتارد عمليه الاكسيديشن. يبقى الليبيد بروتكشن هي دي طرق حافظ على الليبيد سامبل ازاي. بعد كده بنتكلم عن البروتكشن للسامبل بتاعتي اجينست الميكروبيال كونتامينيشن، يعني العينه بتاعتي بتتعرض ينمو عليها بعض المايكرو اورجانيزمز. عارفين كلنا عايز حاجه احميها من المايكرو اورجانيزم، اكيد اكيد احطها في الثلاجه فاعمل لها فريزنج، او اعمل دراينج لتكفيف، او اعمل هيت تريتمنت، او احط ايه؟ ماده حافظه اللي هي الكيميكال بريزرفر. لو جيت تاخد بالك ركزت شويه هتلاقي الانزيماتيك ان اكتيفيشن والبروتكشن من الميكروبيال كونتامينيشن الاثنين نفس الاجابه. ازاي احمي السامبل بتاعتي من الانزيماتيك ان اكتيفيشن او ازاي من الميكروبيال كونتامينيشن؟ الاجابه في الاثنين زي بعض، فريزنج، دراينج، هيت تريتمنت اند كيميكال بريزرف. اخر حاجه اعمل بروتكشن للسامبل بتاعتي اجينست الفيزيكال تشينجز. ازاي؟ يعني انا خدت السامبل بتاعتي عشان احميها من التغيرات الفيزيكال، لونها ما يغيرش، ريحتها ما تغيرش، هي دي الحاجات التغيرات الفيزيكال، اكيد اكيد احطها في الثلاجه اللي هي كنترولنج التمبريتشر بتاع السامبل بتاعتي، اقصد بيها كنترولنج ذا تمبريتشر اوف سامبل. يا رب تكون المحاضره سهله عليكم، وشكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله.